السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحييكم من ولاية خصب، وفي رحلة بحرية أعتقد أنها ستبقى في الذاكرة لفترة طويلة. للوصول إلى خصب لابد أن تمر بالعديد من القرى التابعة لخصب، وبعد خصب أيضا هناك مجموعة من القرى البحرية، منها العامرة بسكانها، منها بعض القرى تقريبا هجرت. اليوم راح نرجع بالذاكرة مع حد من شيابنا وبركتنا. اليوم معانا الوالد عبد الله بن حمدون، عبد الله بن حمدون بن سليمان الشحي، ونومك ابو محمد. ابو محمد كيف حالك؟ طيب جامد، عساك بخير. الحمد لله يا مرحبا وسهلا. الحمد لله، حيا ابو سهلا. الحمد لله على كل حال. ومعانا عبد الله بن خميس. ايوه عبد الله بن خميس الشحي. انت ولد اخته؟ ايوه. انت اهل خالك يصير زين. جميل ان يعني نلتقي باسره من خصب، وبنتعرف على خصب اول، واحنا في اجواء خصب اول ايضا. صح. بنتعرف على المناطق، على سيارتكم وجيتكم اول. تمام. من وين بنبدا؟ شمال؟ نبدأ بالشمال. مني؟ ايه. زين، اذا بنشوف القرى القادمة وبنعرف كثير ان شاء الله عن حياتكم اول. ان شاء الله. حياو سهلا. حياو سهلا. ايش المناطق الموجودة؟ اول مرة بنشوف هذا الجبل، ماشي اسمه الظهر الصرب، طريق الغول. ماذا خبت؟ صرب طريق الغول. ايه حبت سعدون. خبت سعدون. خبت سعدون. ايه. راس ميسغ. راس ميسغ. ايه ميسغ. بعدين احنا هذيك ابو الدوحة الكبيرة. احنا هذه منطقة فيها سكون حد ناس ساكنين. الحين ما في شيء. الحين ما في. تبع الحرف. بس تبع الحرف. ايه ساكنة بالحرف. هذه هنا فوق شوية منطقة الحرف. هي الحرف هي كلها كاملة. طبعا مسماي الحرف لأنه داخل في البحر. من أصل اسمها حرفين بخصب، حرفين. حرف بن حمود وحرف هذه الحرف. طيب وإيش المناطق الثانية؟ إيش القرى الثانية اللي فيها ناس الآن؟ فين هي؟ قدا؟ قدا بس. قدا. من هالمناطق قدا. أيه. والباقيين ما ساكنين، واحد واثنين بس هادين. يعني قليل سكون. قليل سكون. نعم. سكون كلهم انتقلوا إلى خصب. زين، خصب ما شاء الله متوسط القرى يعني. العاصمة هي. بين قرى. بين قرى. نعم. واحنا الآن بننزل كذا واحنا ماشيين. ماشي. إلى نمر على خصب. خصب عقب نمر صوب حيوت وصوب فنخة. من بعد خصب. من بعد خصب. انتوا رعاة بحر؟ نعم. اشتغلتوا في البحر؟ نعم. نعم. عبد الله اشتغلت في البحر؟ نعم اشتغلنا في البحر. نعم. سنين؟ سنين. وتحمل الاربعينيات في الخمسينيات اشتغلنا كل البحر. زين. والحين ودرتوه؟ ودرنا. شايف انا عمري 80 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. 80 سنة عمري. نعم. بس خلص ودرنا والعين ضاعت. واحد يقول ابو جاسم كم عمرك؟ والله تحت 60 يعني. نعم. 60 55 60. نعم. ما مبين عليك ما شاء الله شباب. الحمد لله. اول ما نروح البحر نحمد الله. عاد تستهون البحر من بر القباب. ايه. نجيب الليل نرقد هني. هني تاخذوا راحتكم. ايه. قبل تروحوا خصب. لا هذا يعني وانتم راجعين للصيد. وين راجعين للصيد. زين. ونخيل بالبحر بالليل نطوي البر. ايش تصيدون؟ قباب، سهوه، سبيتي، سمان. القباب هي السهوه. هي سهوه. نعم. على نطق اهل الدار هني اسمها قباب. ايه احنا سمنا قباب. اسمها قباب. ايه قباب. ما ندري اسمها سهوه. ايه في باقي المناطق سهوه. ايه سهوه. نعم. سمان وسبيتي، وهذا السمان والسبيتي بالارض. زين. شعري ما شعري شعري ما تصدق لي. نعم. الحين 50 باء هني غزر. هني؟ ايه
بحر. ما شاء الله. ايه 50 باع هني بحر. 50 باع يعني مع 60 متر. بحر عند 60 متر ولك بحر ونقاط يمكن 70 80. هذا هني قريب الساحل؟ هم كانوا بيبقوا شعرين غبة غبة غزير هنا يتوصفوا بها زمان غبة سلامة. أيوة هم كانوا بيبقوا الشعر العام بيبقوا مني هم شافوا غزر ما قدر يبقى صح بيبقوا مني ساحل داخلية بعدين هني غزر يعني ورا الجبل هذا غزر أحبس بشارة تانية بعد 65 أنا كلف عليهم وبيهم هذه ما يسوي ما هواء هواء يضرب هواء يوم يجي الناشي هذا تشوف هذا الموج يطرف على الجبل. نعم كيف كنتوا تتنقلوا يعني من قرية لقرية؟ خشب خشب على خشب 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 صغار الوارق يعني نسميها يعني هي أنسب شيء أنسب هذا هو مجي ميداف أول مشي جبل أول الجبل تمشي لهي شيء على رجولك بس. نعم هي شيء تستخدموا تكرم دواب الحمير وكذا هاي هاي يمشوا الحمير أول موجودة حمير جمال في الجنة. لكن ايش انسب شيء البحر؟ البحر البحري كونها كلها قرى بحريه كلها بحريه. نعم لما البر البدو ما البدو ما البر. نعم يعني الواحد اذا كان ذيك الايام الحين تمشي من خصب الى قدا كم ربع ساعه 20 دقيقه تقريبا بس بالسياره. طيب اذا لك اهل لك شماج لك انساب تبى تزورهم هذيك الايام يعني تستوي سفره سفرة كبيرة سفرة كبيرة وتتجهزوا لها ايش تاخذوا معكم؟ ما ناخذ شيء خلي بسيط زيت شوي من قد هذا قريب اول من هنا الى راس الخيمة اول اربعة ايام من هنا على البحر على الهواء لا على الشراع على الشراع. نعم اللي في هواء ما تقدر تمشي تبندر تطرح اجي غبانة مثل هذه وتطرح الى ما يصير الاخبار. نعم ويجيك الولم تروح هي اللي ملاصقتكم هني راس الخيمة راس الخيمة أول مرة شام على الحدود الدش شام من شام تروح راس الخيمة اللي هي الآن نمشيها في نص ساعة أقول تقريبا شام أي أكثر شيء هذا من راس الخيمة أول تاخذ أيام هالكثر هذيك نعم يوم هواء أي يوم أخبار بيوم واحد زين من الصبح للمغرب توصل راس الخيمة. وكيف تنول؟ ها؟ كيف تستاجر عشان تنول؟ لازم من منول منول أي كتكوت 200 150 200 150 ايش ربية؟ ربية مال الهند ربية الهندية هندية اللي أول. كانت تستخدم في عمان والخليج اول كل ربية هندية نعم يعني كثير هني هالبحر على الصيد شغالين كل البحر لكن هل في ناس شغالة بس لنقل المسافرين؟ لا يعني لا, لا 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 ماشي مخصوص ماشي ماشي مخصوص مخصوص ماشي هو هذاك القارب للصيد وللسفر للسفر نعم وفي محامل كبار شوي نعم مال ابو شو راس الخيمه اصغر من هذه شوي مثل محامل مثل والذي يصيد به الصيد شو واحد شحو شحو صغير نعم ايش الطيور هذه ايش الطيور هذا اسمه اللو لو 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 هني لو 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 من الطيور البحريه البحريه نعم, نعم. لوها وايد من شفنا كثير منها تعال لوها وايد من هذه طول السنه موجوده ولا محل محل دخل البحر ما يطلع البحر ما تطلع هذه من البحر هاي ما دو ما بس اللي موسم نسوها هو حار تنقطع شوي يوم يجي هو البارد اكثر اول ما اذا عندنا صفور كان كله رحل رحل بعدها الحمد لله شيء وايد اسمه مرشاق وشيء منه بعد طير غواي وما ادري وايد اول القريه هذه ابو محمد ايش اسمها؟ احنا 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 نعم ايوه لا زال فيها ناس اشوفها خضراء يعني بها نخل ساكنين فيها البحر اول ساكنين بها الحين ما حد فيها شوف البحر لا ما حد فيها الان؟ لا الحين ما شايف ترى اريد مو الصيد بها داخل عيل مني قابل المال اللي هناك ينزلون من الجبل ينزلون له ينزلون تحت يعني هذا له الجبل وهالبحر في نفس الوقت؟ عندهم رحلة الشتاء والصيف؟ الصيف نعم متى يعني وين يكونون في الشتاء وين يكونون في الصيف؟ هذا مكانهم الحين اول لا أي. اول بالقيض ينزلون كلش ما عاد يتم فيها الحرف يقيضون خصب وكذا وني يعني لهم اموال كل واحد لهم اموال كل منطقه اللي بها نخل وفيها بيوت كل واحد مكانه زي واللي عنده نخل في مكانه احنا مكانه ليش يروح لخصب؟ لا ابو اللي عنده نخل هني يقعد هني اللي عنده نخل يقعد في قريته قريته واللي ما عنده الذي بقدا نخل يروح قدا يعني ما عنده التفريق هني يروح لاقرب مكان ما دخلوا هناك له هي. ويلو هناك ماله هناك نعم والذي بخصب يروح لخصب
أيه. نخيله بخصب، ماله بخصب، القيض في خصب، القيض في خصب، والشتاء في في القرية بالحرف. نعم لفوق. الشتاء بالحرف. نعم. من يجوم الغباين أيه. ما ينزلون هنا نوم الحرف. هذيلا هل 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 احنا نفسهم هل الحرف؟ كلهم نفسهم، ما حد غير عنهم. أيه. ما حد شريك معهم. يعني اللي صعدوا وينزلوا في في الشتاء يكونوا في الحرف، في الحرف، وفي الصيف يكونوا هو بارد، ويمارسوا البحر. نعم كسبا من البحر صيد زي ما جي. زين الرحلة هذه بعدها لليوم ولا خلاص؟ ما مكانهم هاليوم استقروا الحين ما جي الحين مكانهم الرطب، والشتاء مكانهم الرطب يوصلك لمكانك. لا مكانه ما لازم تروح للطيب، ما لازم تروح. هذه اللي جاية قدا ولا موخي؟ موخي. موخي. لها معاني الأسماء هذه. إيش يعني موخي؟ بس هذا اسم من أول. لقيتوها كذا. أي يعني. من الجدود الأولين السابقين اسمه موخي. نعم. ومشى الاسم عليها موخي. تمام. طبعاً هذه الخيران والخلجان كلها إحنا نلاحظ روس طالعة في البحر. كل الروس هاي لها أسماء. هي كلها. هي كلها أسماء. كلها لها اسماء. كلها لها اسماء. هذا اسم راس موخي. هذا راس موخي. هذا راس موخي. على القرية. على القرية. نعم. هاي. وهذه الغابنة اسمها فت. فت. وين؟ هذه الغابنة وين الغيتية هذه؟ هذه فت. إيه اسمها فت. إيه. وين أكتب الحرف صافت عندك بعد منطقة غير. نعم. يعني قرية مثل هذه. يعني كل منطقة لها اسم. كل راس لها اسم، كل راس ما منطقة. كل راس له اسم. لا اسم. وكل سيفة وبور. لها اسم. اسم. يعني حن كزوار نشوفها كلها تشبه بعضها. كلها بعضها. نعم. وانا اسم الاولين مسوين. لكن اهل مكة ادرى بشعبها. اي صح. انتوا ادرى بمكانكم. نعم. ما شاء الله الطيور وايد. اي الطيور عاملة مهرجان. له. نعم. ما استعملتوها في اي شيء هالطيور؟ لا. ولا ناكلوا بعد، بس كذا تشوفوها بس ما ناكلوا بعد، حرام هذا ما ينفع. اي هذا ما يو اوكي ما ياكل. نعم تنبحر هذا بس يمين العومه تبغون داخل تحت البحر بنمشي عند خلاص هاي مو بتمشي عند المغرب خلي شوي يتوسط بعد الاحسن نبغى قريب عشان لا زين نشوف المكان. ايوه وكيف الصيد يعني الحين هل القريه هذه إذا أبغوا يصيدوا لازم يصيدوا بس قدام قريتهم ولا يروحوا بعيد؟ لا مسموح لهم ليه هناك؟ هناك نتغيب القباب أول ونسحبها للبر. القباب تجيبوها من بعيد؟ بعيد. زين. لكن أنت كأنك ذكرت لي مثلا هل الحرف مثلا يصيدوا في الحرف؟ إيه. وهالموخي يصيدون في موخي. وهالموخي يصيدون في موخي. هالقدا يصيدوا في هالقدا في قدا. طيب يصير هل الحرف يروحون لموخي ولا قدا؟ لا. ما يصير. كل حد حده. كل حد إلا منطقته. منطقته. وهذه متعارف عليها. من أول زمان. وما يصير يعني لو مثلاً هل المنطقة هذه قل عندهم الصيد؟ ما يعاونوهم المنطقة الثانية؟ لا. ما نمشي. كل حد برزقه. يا السينة. الله سبحانه وتعالى يجيب كل شيء. لما يجيهم الصيد. لما يجيهم الصيد. نعم. ما يتعذون على غيره. والصيد على المواسم. دبر خصاب هذاك الدبر خصاب. إيه. هذاك بيت المال اسمه. كل من يصيد به؟ للكل. هذا في وين؟ خصب. قدام خصب. هذا خصب روحه. والميناء هاي؟ ايه. هذيك للكل. للكل. فممكن اللي بيقل عند الصيد ممكن يروح هناك. يروح هناك. نعم. اكثر حق العومه. مسوي اكثر شيء حق العومه. نعم. ايه. العومه ما تروس هناك يعني. زين يعني هذه الاشياء موثقه مكتوبه. اوراق. فيها اوراق. من سنين. بالحق يا محمود من قبل. هذه عبارة مثل هذه يعني كل حد له مكان قرية ومحدد لها. ايه. لا حد يمشي على الثاني. كل ما شو يتقدموا عند الحكومة يشتكوا اعتدوا علينا. نعم. وقفوهم. بشهود وبغيره وبضوابط كل شيء. ايوه. هذا هو. لا زالت موخي فيها بيوت قديمة اشوفها. بيوت قديمة الأول. هاي بيوتنا احنا.
الأول هاي ايه. هاي بيكون سكنتوا في هالمكان؟ ايه أبوتنا ساكنين جدودنا ساكنين. كيف كانت هالبيوت؟ الأول تبنوها بروحكم؟ حجر طين طين وسمنت طين طين وسمنت سميع أحن سميت بس أول ما بيسميت أول طين النسوان يجيبون الطين من الجبل هذا بنصلح به داخل مثل بلستر مثل هذا النسوان يجيبونه من الجبل الأبيض النسوان يجيبون الطين الطين يساعدوكم حتى في البناء حتى في البناء بروح الحريم يساعدون ويروون البيت داخل وهم يسوون بروحهم يسوون الحريم يروقون البيت من داخل تعاون الحريم بروح حول 10 حبات يسوون مثلا عيش ما عيش هذا ويتعاونوا ماشي اصباغ تصبغون؟ لا ماشي لا سابغ ماشي هذه صبغتها هي هذه صبغتها هذا التراب الصين نجيبه من الجبل وين ابيض كيف تصيحوا على بعض؟ كيف تبلغوا بعض؟ لا نجي من البيت نصيح على السيف اذا كانت هذه قريه وفي جنبكم قريه ثانيه ما بعيده وتبغوا تبلغوهم باي شيء يستوي بالوديان بحادث كبير يمسوا عندنا العيد رمضان نلبق ضوء هذا ربع اللي هناك الليل بخصب وين تلبقون الضوء؟ هني فوق الجبل هذا ايه ان اليوم صوم اول يوم عيد هذا التبليغ عن العيد وعن الرمضان عن رمضان يعني شهر حل اليوم بكره صوم تسووا لهم نار نار عاد هم ما عرفوا ان هذه النار لا لا بعدين يخلصوا يضربون مدفع هناك بخصب هناك عاد يضربون المدفع المدفع خصب نعم يشوفوا الحرب هناك الحرب يعطوا خبر لهينا هذه المنطقة يعطي حقنا احنا خبر احنا نبلغ خصب الوالي قبل شهر بيومين يعطي خبر ابوي حرصوا الهلال اللجنة يسوي اللجنة طلعوا على الجبل مثل الحين بعد ايه وقصوا على الجبل ويشوفوا مين شافوه اول تور اتفق زين ومن بعد يسوي الضوء شيء اتفق ايه اتفق بس موجود عاد هنا يتردد الصوت تردد ايه فاهم كيف تقضون رمضان؟ ما تعب؟ لا ما بيتعب هذا هو فرض علينا فرض تعب ما تعب نعم لازم نصوم نعم ايه ووقت بالليل يصير ايه بيتي وبيتك والثاني ايه عقب ما ما نصلي التراويح بعد التراويح بعد التراويح ندور نزور بعضنا بعض انت عندي انا دي وانا عندك انت وقاعد عند الثاني وانا الثالث كنا نعم في الامور مسرع وبالليل نعم مطوي نادي في المسجد ايه هذا وقت السحور اي نادي وقت السحور وقت السحور نادي مطوع ما في مسحر انتوا عندكم طبول هنا ما شاء الله لا ما نقصد بس ما لا تقصد غيره وهذا نادي ايه يطلع مثل حمد المذاكر بيت عبيد كل يسمع الاذان يعني اذا نادى المؤذن يسمع كل اللي في الحاره يسمعوا الى انا سمعتوه وشفنا جيراننا ما يتحركون غدنا لهم ورقوهم ما يحتاج سماعات لا 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 ما يسمع سماعات ما شيء كل يوم ما في سماعات بعد كل وقت ما في سماعات والنوم من بدري النوم من بدري وثالثا بعد بالليل نرقد بعد كيف يوم عندنا مثل صيد على السيف قاشة هذا نبيت نلف الأمة نعم ونخيشه ونسوبه ما نرقد تشتغلون بالليل ها وقت المغرب مسيحين من الأملة جايبين ألف قباب ما نشقوا هذا نشقوا براحنا يعني نشق حد يملح حد يشق حد يخسر كله براحنا الحريم بروحه الحريم مساكين يدقوا الملح نعم ساعدينا تسووا مالح ملح كله مالح اول من وين تجيبوا الملح؟ الملح نجيبه من ايران ما في لا هني ما مالح لا ما في مالح هني ما في عندنا نعم والسمك هذا ينقلوه البصراويه مال البصره ايه هم يشلوه سواء كباب ولا كله يقول تقريب 40 50 فرمان يشلوه من هني الى الحبلين الى دبه نعم شريات صيد كم يبتاع تذكره؟ القباب؟ المالح وايه المالح اخذ لك 110 15 كله شق بس نشقوني ما شقوطي ايه في قوطي ما شقوطي لا 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 قوطي بالمية نشق وشق هدا نفرده ونملحه طيب هذا المكان اللي وصلناه ايش اسمه؟ هذه نظيفي ايش اسمها؟ نظيفي نظيفي ايه هذه القرية اللي جاية هاي هذه نظيفي والخور هذا اللي دخلناه تو ايش اسمه؟ خارشم هذا خورشم هذا خارشم مشهور خورشم ايام يقول لك خارشم هذا خارشم هذا المنطقة متعلقة عليه
مناطق. عاد في هنا كثير خلجان وخيران. خيران وايد بدوح مثل هذا. كنتوا تجوا من خصب الى هني؟ هي دام نجي. زمان زمان. نجي نمشي كم زار نمشي مني كيف ما نجي. كله بالسفن ميداف. على ميداف. ها على ميداف. ما يمش بعد. كم يبالك من خصب؟ هو 5 ساعات المكان اللي هنيجينا. زين ايام المجاديف وايام الشراع. انت تحفظ ايام الشراع. زين. قبل المكاين. نعم. من خصب لهني كم تاخذوا؟ الشراع هني ما يستوي لا روس ما يستوي. مني ومني. الشراع يبغى وال مسيده. ما في هواء. لا ما هي الهواء، انت خاطب مني بعد قلب دعاء مني. ايش تسوي؟ يروح عليك الهواء. كله ميداف. يروح عليك الهواء. ايه يروح الهواء. كله ميداف. عشان تمشي بالشراع لازم تكون شويه برع. ايه مثل تطلع من خصاب تبغى كم زار. سيدة. ايه هوا سيدة. ايه. هوا هذا سيدة. ومن دخلت داخل هني دوح مني ومني اشرا ما يقعد ولا واحد. هي هذه قناة؟ هذه قناة. هذه قناة؟ هذه قناة. فيها سكون؟ فيها سكون نعم، الحين لا واحد فيها. كيف؟ واحد بس الحين فيها. واحد ساكن فيها؟ الحين فيها. الله يسكنوها يعني. ما يستوحش وحده؟ لا وش عاد يتشم هذه قناة وشم. ايه. نفس الشيء اوادم بلدي مالنا بحرين. ايه نفس القبيله هذيك وهني هذه بلدي نفس الجماعه. نفس الجماعه. شم ايضا فيها حد يعني. هاي في ازيد هذيك. نعم. هذه فيها واحد يقولوا بس. هذه بيوت اول من فيها. الاول. نعم. اول من وين يجيبوا ماي؟ يشلوه. او اول يسوي برك اللي ينزل فيه المطر. ايه. وتم ماي متخزن. يا يعني مخلص البرك يجيبوه من القباية. يجيبوه من هناك. مخصب. مخصب يجيب لي باخرة. موخي فيه ماي. هذا الحين يجيبوه بالباخرة. حمل باخرة. أول محام يجيبوه بقرب. قبل اللي بخروش ودرامات. يجيبوه فيها ماي. ها يجيبوه ما يشربونه يموتون. ايه. يسقوا حيوان مالهم وهذا. نعم. كل يساقونه من برا. يعني يسكنوا في مكان ما في ماي أو شحيح الماي يعني ما كثير. ها شغل. حما نزلوا. حد ما هو ماي حد ما شيء. نعم. بعدها باقيات الهواري. هواري باقيه يكسبون بيها. ايه حتى ما الاول باقيات مبين. هاي مبين فوق السيف حاطين. هذيك القوارب فوق السيف شوي. ايه هذيك. متيله قوارب هذيك. ايش كان غير البيوت مثلا يعني الان مسجد شيء. مسجد فيها؟ ايه وين مجلس العرب؟ مقلس والله ما له مخصص يعني. المكان مفتوح. مقلس مخصص ما يجي. ايه. مكان شوفوا مكان راحة وقصوا. المكان مفتوح. 10 جالسين هناك و20 جالسين هناك وبسوالف. نعم. نشوف النوخذة شوية. نعم. نسلم على النوخذة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كيف حالك؟ حياكم الله. حياك الله. يا مرحبا. يا مرحبا. يا حياكم الله. تفضل. كيف حالك؟ ما شاء الله مسوي لنا رحلة حلوة أنت. الحمد لله. كيف الشغل؟ زين الحمد لله ماشي. احنا على أي سفينة؟ ايش تسمى هذه؟ بوم كانت؟ اسمه لنش. لنش. أيوه. زين. احنا شفنا أيضا قوارب ثانية، شفنا البتيل. بتيل أي. ايه. هذه في قانا. ايه شفناه في قانا قبل. أيوة. شويه. نعم البتيل. هذاك البتيل. ايوه اكثر شيء منتشر البتيل هني. ايوه قبل هي لكن الحين ماشي. الحين ما حد يستخدم البتيل. استخدم كمزار شويه. يبغون فايبر الحين. احنا فايبر. ايه كل القوابر صغار. نعم. ايوه خشب هذا ما حد تركوه ما حد. أيوة. ما حد يستعمله. نعم. هذه وصلناها احنا جزيره تلغراف. تلغراف. ايه طبعا هي مسميه تلغراف. عشان كانت مركز اتصالات. ايوه اتصالات لاسلكية. ايوه يلا. ابو محمد جزيره التلغراف يعني تحفظوا لها اسم ثاني قبل؟ لا اول جزيره بس ما ندري يعني. جزيره بس هي حصى في البحر جزيره صغيره. لا اسم غير الجزيره. نعم جزيره خانة بعد. جزيره خانة. ايه مشتهره جزيره خانة. تعمل قانا هذه. لانها قريبه من قانا ايضا تسمى قانا. نعم هذه غبه خانة هذه. ايه الان هي من اشهر الاماكن اللي يزوروها الناس. احنا اشتهرت احنا. نعم اول شوي حديقه. ايه. صاروا السواح طلع اسمها. نعم اسمها سراب ما ادري وين صار تلقوا لي اسم وايد. ايه. اول ما لي اسم هذه. ايه. يزوروا تحت دوابي هذه مال القرادين تحت البحر. صح بس. صح نعم. انا ما تعرفت على اسمك. محمد 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 سليمان. محمد سليمان. ايوه والنعم فيك.
من زمان في هالشغلة؟ ايوه يمكن تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات؟ ايوه. قبل ما اشتغلت في البحر؟ لا قبل اشتغلت في دائرة المياه. ايه. في السفن هذا مال المياه. ايه. اشتغلت. ايضا في السفن؟ في السفن ايوه. يعني طول عمرك في السفن؟ ايوه كله في السفن. في ايوه. كله في البحر. وارثنها المهنة هذه؟ شو هذا؟ ايه يعني اهلك كانوا يشتغلوا ايضا في البحر؟ اهلي قبل يشتغلوا في البحر. ايه. الوالد. نعم. اهلي كله في البحر. ايه. والاخ احنا ما عرفناك. عبد الصمد. عبد الصمد. يا حي. عبد الصمد. كيف الشغل معك؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال. نعم الحمد لله. نعم. انت ايضا راعي بحر؟ ايوه. هي. مساعد يعني. كنت تكلمني عن جزيرة الغراف من ساعة. ايوه. احنا هذا شغلنا كان 14 سنة كان اشتغل. كان الجزيرة يسموها تلغراف ايلاند. ليش؟ لان جاي للكيبل من القارة الهندية من الهند. واصل امتداد الكيبل. يقولوا لا زال في اثار السلك. أيوة. والكيبل. اي شباب واصلين كمازر له كان عندنا واصلين يغوصون عندهم خبره خلفيه من الغوص يقول لسه بعد موجود يعني. تمام. اي موجود صوب بتاعنا صوب الدرج يعني. أيوة. الناس اللي تجي هنا سياحه وتمارس الغوص وهذا تشوف ايضا اثار اخرى تحت. ايوه هذول اللي غواصين متخصصين لهذا الشغل. بعضهم يجون يغوصون على المرجان بس. نعم. بعضهم لا. التراث والسلندرات. السلندرات يغوصون الاكسجين. نعم. ينزلوا تحت يشوفوا اي شيء. ما الاول يغوصوا بدون اكسجين؟ ما الاول بدون اكسجين. وايد يغوصون؟ ايوه. فتره طويله؟ ايه. هني ما في لولو في المكان؟ لا هني ماشي. ما كان في تاريخ. اول قبلها؟ اول في؟ قبلها ماشي. ماشي. اول كان في غواصين لولو؟ يغوصون. نعم. يغوصون ثوره لولو. في نفس الاماكن هذه في الخلجان الجبل هنا خد كان اجي نص الغوص برا البحر ولها تجارها سلامه. ايه تجار يشتغلون سلامه وبناتها. سلامه وبناتها. ليش مسمايه سلامه وبناتها؟ والله ما ندري هذا اسم طلع سلامه وبناتها حصلتوها كذا اسم حصلنا هذا الاسم قريب موضوع حصلنا جاهز ما نقدر نسوي عليه اسم ثاني. سلامه الجزيره الكبيره وبناتها الصغار اللي تبعها. كم جزيره؟ والله هم 3 جزائر هذينا. ايه 3 جزائر هي وبناتها. ايه. نعم يعني مشهوره جدا. مشهورة. سلامه سلامه وبناتها. نعم. دي سيده مره. ايه. احنا تقريبا هنا في اخر الرحله اعتقد. ها ايوه يعني عاد من هنا الرد لخصب يعني شفنا كثير اماكن حلوه والله لما شفتي انتوا لازم انا لاحظت اي سفينه لازم فيها اثنين على الاقل يتعاون مثل زمان ايام السيارات الكبار في دريول وفي سايق وفي معاوني معاوني والان ايضا في لا طبعا. نعم يعطيكم الصحة والعافية. لازم يلا عاد على درب العودة إن شاء الله. رأي البحر لازم يكون نفرين في اللنش. سبحان الله واحد أطلب على شيء يكون عند يشل عنا يشل معاه. نعم. بحر يلا راجعين حصبوا إن شاء الله.